我们已经走得太远，以至于忘了为什么而出发。相信您对这句名言并不陌生，它就出自阿拉伯文学巨匠纪伯伦笔下的《先知》一书。139年前，纪伯伦出生在黎巴嫩北部山城贝什里镇，也就是我身后这个风景如画的小镇。今天我就带您走进位于贝什里镇上面的纪伯伦博物馆。ولد جبران خليل جبران في 6 يناير عام 1883 وذهب إلى الولايات المتحدة مع عائلته في سن المراهقة لكسب لقمة العيش، وأظهر موهبة فنية مذهلة خلال دراسته. وبعد وفاته في الولايات المتحدة عام 1931 حققت عائلته رغبته ونقلت نعشه إلى مسقط رأسه، حيث تم بناء متحف فيه في وقت لاحق. 现在的纪伯伦故居是经过扩建之后于1995年重新对外开放的。在这里，您能看到纪伯伦生前使用的家具、文房用品，以及400余幅珍贵的画作和手稿。جبران هو شاعر ورسام، وركزت معظم قصائده النثرية على موضوعات الحب والجمال. يعد جبران من الأدباء الرواد مثل روبن رونات طاغور اللذان قدما الأدب الشرقي الحديث للعالم. أعمال جبران الرئيسية تجمع بين الشعر والفلسفة وتتسم بالتفكير العقلاني. لغة أعماله ليست براقة بل بسيطة ودقيقة وصادقة، وتمت ترجمة النبي إلى عشرات اللغات وجذبت عشرات الملايين من القراء في جميع أنحاء العالم. بموضوع الكتب والترجمات يلي كنا عم نحكي عنها، بحب أقول أنه كتاب النبي اللي صدر سنة 1923 1925 ترجم للغة الألمانية، 1926 للغة العربية واللغة الفرنسية، 1927 للغة الداتش اللغة المتعارف عليها بهولند، و 1931 للغة الصينية وتحديداً بمدينة شانغهاي. هيدا بيثبت أنه جبران بفكره بعد 8 سنين من صدور كتاب النبي، أفكار جبران، طروحات جبران وصلت إلى الصين، وهيدا شيء كتير مهم وكتير أساسي وكتير نحن منبني على هالمسائل هيدي وعلى القضايا. كانت مترجمة النسخة الصينية من كتاب النبي والتي ذكرها المدير يا بين سين. وفي ديسمبر عام 1994 وقع الرئيس اللبناني الراحل إياس الهراوي الأمر الذي يمنح بين سين البالغ من العمر 94 عاما وسام الأرز الوطني برتبة فارس، تقديرا لمساهمتها البارزة في قضية التبادلات الثقافية بين لبنان والصين منذ أن ترجم السيد ماودون قصائد جبران النثرية لأول مرة في عام 1923. تم إدخال أعمال جبران بشكل أساسي إلى الصين، ومنذ ذلك الحين أصبحت أعماله ثاني أكثر الكتب مبيعاً في الأدب العربي في سوق الكتب الصينية بعد ألف ليلة وليلة مع عشرات الملايين من القراء الصينيين. يتكون متحف جبران الحساس والصغير من 3 طوابق وما مجموعه 16 قاعة عرض. الطابق السفلي هو مكان استراحة هذا العملاق الأدبي. ونحن هون عم نشوف مدفن جبران بعد أكثر من 40 سنة على وفاته بإحدى الدفاتر الخاصة، بتلاقى مخطوط عبارة عن رغبة جبران بهالمخطوط، وهالرغبة مفروض تكون موجودة حد قبره. بيقول جبران: أنا حي مثلك وأنا واقف الآن إلى جانبك، فاغمض عينيك والتفت تراني أمامك. في فترة قصيرة من حياته ابتكر أعمالا أدبية وفنية بأشكال مختلفة ومحتويات غنية، تاركا كنوزا قيمة للأجيال القادمة. وعلى الرغم من أنه قضى معظم حياته في الخارج، إلا أنه كان لديه دائما أعمق المشاعر تجاه وطنه لبنان. قال جبران: كثيرا ما أفكر في بلد أجنبي، ما الذي يمكنني استخدامه لخدمة الوطن الأم؟ الأدب لديه القدرة على تغيير العالم.